الدرس الثالث الحادث. نشاط واحد، سحبت إيمان بطاقة من صندوق عشوائي فيه بطاقات كتب عليها أسماء مدن فلسطينية الشكل المجاور لتعيينها على خارطة فلسطين. ألف، الفضاء العيني لهذه التجربة هو جنين، حيفا، غزة، طول كرم، خان يونس، القدس. ب، أكتب نواتج سحب البطاقة في كل حالة من الحالات الآتية: اسم عاصمة فلسطين، النواتج هي القدس، عدد النواتج يساوي 1، اسم مدينة في المحافظات الشمالية، النواتج هي جنين، طول كرم، حيفا، عددها 3، اسم مدينة ساحلية، النواتج هي حيفا، خان يونس، غزة، عددها 3، اسم مدينة في المحافظات الجنوبية، النواتج هي خان يونس، غزة، عددها 2، اسم مدينة في الأردن، النواتج هي لا يوجد، عددها 0، اسم مدينة في فلسطين، النواتج هي جنين، غزة، حيفا، طول كرم، خان يونس، القدس، عددها 6. ألاحظ أن كل من النواتج السابقة هي جزء من الفضاء العيني، ونسمي كل منها بالحادث، ويختلف نوع الحادث باختلاف عدد نواتجه. أتعلم، الحادث هو جزء من الفضاء العيني للتجربة العشوائية. الحادث البسيط هو الحادث الذي يحوي نتيجة واحدة فقط من الفضاء العيني. الحادث المستحيل هو الحادث الذي لا يحوي أي ناتج من الفضاء العيني. الحادث الأكيد هو الحادث الذي يحوي جميع نواتج الفضاء العيني. نشاط 2، في تجربة إلقاء حجر نرد وملاحظة عدد النقاط على الوجه الظاهر. الفضاء العيني لهذه التجربة 1، 2، 3، 4، 5، 6. أكتب نواتج حادث ظهور عدد زوجي أولي 2، يسمى هذا الحادث حادث بسيط. نواتج حادث ظهور عدد أقل من العدد 7، كل الفضاء العيني، يسمى هذا الحادث الحادث الأكيد. نواتج حادث ظهور عدد أكبر من العدد 6، لا يوجد، يسمى هذا الحادث حادث مستحيل. نشاط 3، في تجربة رمي قطعة نقد وملاحظة الوجه الظاهر، أكتب مثالا على حادث بسيط، حادث ظهور كتابة. أفكر، أعبر بالكلمات عن الحوادث الآتية لتجربة رمي النشاب على القرص كما في الشكل المجاور، وملاحظة اللون الذي يستقر عليه. ألف، حادث بسيط. ب، حادث أكيد. جيم، حادث مستحيل. تمارين ومسائل: السؤال الأول، يعد الحق في تناول طعام صحي من الحقوق الأساسية للأفراد، وينصح أخصائي التغذية بتناول أحد الأصناف الآتية في وجبة الفطور: البيض، الفول، الحمص، اللبن، الجبن، في تجربة اختيار هذه الأصناف. أكتب ألف، الفضاء العيني لهذه التجربة: البيض، الفول، الحمص، اللبن، الجبن. ب، النواتج الممكنة لاختيار صنف مصدره نباتي: الفول، الحمص. ج، النواتج الممكنة لاختيار صنف مصدره حيواني: البيض، اللبن، الجبن. د، النواتج الممكنة لاختيار صنف مصدره أحد الطيور: البيض. ه، النواتج الممكنة لاختيار صنف نباتي لونه أحمر: الفول. ح، أي من الحوادث السابقة يعد مثالا على 1، حادث بسيط، حادث البند دال وهاء. 2، حادث
مستحيل لا يوجد حادث مستحيل. السؤال الثاني، أكتب نوع الحادث في كل مما يأتي. ألف، اختيار أحد طلبة صف مختلط للمشاركة في المسابقة الثقافية وتسجيل جنس الطالب، أكيد لأنه يشمل الفضاء العيني. ب، ظهور عدد يتكون من منزلتين عند رمي حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهر، حادث مستحيل. جيم، ظهور الشمس في الليل، حادث مستحيل. دال، سحب كرة حمراء من صندوق فيه أربع كرات زرقاء وكرة حمراء، حادث بسيط.